الطلعة الأولى في الراوند 2 جمعت بين سائق فريق بحرين 1 على يمين المضمار خالد محمد وبورتون أوكسير على يسار المضمار. خالد محمد يسعى للوصول للنزال النهائي للمرة الثانية بعد الجولة الأولى التي فاز بها. بورتون أوكسير وصل للنزال النهائي في الجولة الماضية وخسره أمام شانون جينكينز. تعليمات الفريقين: معايير ضبط السيارة قبل النزال المرتقب وانطلاقة خاطئة من بورتون أوكسير ضوء أحمر. إذن خالد محمد يتجه نحو النزال النهائي 3968 جزء بالألف من الثانية. خالد محمد ينتقل للنزال النهائي. مع من سيلتقي خالد؟ هل سيلتقي مع خالد البلوشي على يمين المضمار أم مع شانون جينكينز الآيسمان على يسار المضمار؟ شانون جينكينز يسعى للفوز الثاني على التوالي بعد فوزه بلقب الجولة الثالثة. شانون جينكينز وصل النزال النهائي مرتين، في الجولة الأولى خسره أمام خالد محمد وفي الجولة الثالثة كسبه أمام بورتون أوكسير، بينما خالد البلوشي كما ذكرنا وصل مرة واحدة في الراوند 2 وكسب هذا النزال، لكن البلوشي 3860 جزء بالألف من الثانية سيعود ويلتقي بخالد محمد. إذن الخالدان في نهائي فئة البرو نايتروس، البلوشي على يمين المضمار ومحمد على يسار المضمار، فريق العنابي بمواجهة فريق بحرين 1. هل سيكرر خالد البلوشي ما فعله في الجولة الثانية أم سيكرر خالد محمد ما فعله بالجولة الأولى؟ انزلاق لخالد محمد وسيطرة جيدة على السيارة، تفادي الاصطدام بخالد البلوشي، فضل الارتطام بالحساس وعدم الاتجاه نحو خالد البلوشي. إذن مبروك لخالد البلوشي لقب الجولة الرابعة واللقب الثاني له هذا الموسم. ننتقل إلى الفئة الأقوى على الإطلاق، فئة البرو إكستريم. الطلعة الأولى جمعت بين بدر أهلي على يمين المضمار، بدر أهلي التقى مع مايك ستويكي على يسار المضمار. بترتيب التجارب بدر أهلي حل بالمركز السابع ومايك ستويكي حل بالمركز الثاني. لنرى هل سيتمكن مايك ستويكي من المضي أبعد من هذا الدور أم أن لبدر أهلي كلمة أخرى، انطلاقة صحيحة ومستوى متقارب واجتياز ربما لبدر أسرع لخط النهاية. بالفعل بدر أهلي 3737 جزء بالألف من الثانية. فرحة بين أنصار بدر أهلي لانتقاله إلى الراوند 2. الطلعة الثانية في الراوند 1 لفئة البرو إكستريم جمعت على يمين المضمار فرانك تايلر وعلى يسار المضمار فون سميث من فريق العنابي. فرانك تايلر بطل الجولة الثالثة ووصيف الجولة الثانية، بينما فون سميث لم يتمكن من الوصول، ولكن الغلبة في النهاية لفون سميث كما نرى 3674 جزء بالألف. الطلعة الثالثة في فئة البرو إكستريم جمعت بين أليكس هاسلر والذي حل أولا في التجارب على يمين المضمار وبين سائق فريق بحرين 1 جوشوا هرنانديز وبطل الجولة الأولى من هذا الدوري على يسار المضمار.
لنرى الانطلاقة للمتسابقين، انطلاقة صحيحة ومستوى متقارب. يبدو أن أليكس هاسلر اجتاز خط النهاية أولا، وبالفعل 3671 جزء بالألف من الثانية. أليكس هاسلر إلى الراوند 2. آخر الطلعات في فئة البرو إكستريم، جي آر تود بطل الجولة الثانية على يسار المضمار، وعلى يمين المضمار تود تويترو. تود تويترو حل ثالثا بالتجارب التأهيلية، وجي آر تود حل سادسا. انطلاقة صحيحة لكل المتسابقين واجتياز واحد لخط النهاية، لكن الفارق الزمني لصالح تود تويترو هو آخر المتأهلين إلى الراوند 2 هذه الليلة.